يلا عليكم بالعافية. الله يعافيك. الحين أبو علي تقول كيلو الكن عد كم أخذته؟ 35. يا أخي وأنا أخذه من الرياض بمية، والله مية. غريب سعره هنا، والله غريب. 35؟ لا لو بغيت أمشي بأخذ معي. ها؟ اي صح مو ثابت. ها؟ بورصة. ستين وين بلاش. لا بشوف كان حصل لي، اخذت معي ثلاجة وعبيتها. لا يصير احترق شكله عالي الزيت عليه. لون البهار. اي شوف البهار محط ابو علي هنا، المفروض انه يشال البهار شوي منه صح؟ جيب سكين عليه شوي. او ازبدله واثراله. طبعا هذا الشيف ابو يوسف. يا هلا.